بسم الله. امر فيلد بنستخدمه لو انا عندي خطوط وعايز يبقى بدل ما خط واخد ضوء قايمه يبقى واخد شكل في دائري كده، في نعومه شويه. فلو انا مثلا عندي ريكتانجل مثلا اهوت، تمام، اقدر اقول له انا عايز اعمل فيلد، وبعد كده هقول له مالتيبل حد بقى الريدس بتاعتي، وليكن مثلا 15 مثلا، ده بقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا. ولو انا عندي خطوط لاين اهيت، هدوس F8 عشان اخرج من الزوايا القايمة اهوت. عايز ابدأ بقى اديله فيلت راديوس، الشنفر بقى دي الزاوية اللي واخدها. في أمر تاني اسمه شنفر، تمام، ده بيعمل بيحط خط بين الخطين. يعني أنا دلوقتي لو عندي ريكتانجل هوت هقول له شنفر، تمام، وهقول له أنا عايز أحدد المسافة دي ايه distance، مثلا أول واحدة مثلا 5 والتانية مثلا 12، تمام، واحد من هنا لهنا، دي الخمسة ودي الـ12 عشان فرقها. فده بيدي شكل جمالي للوحة اللي انت شغال عليها.